الو ابن عم الغالي. يا خط الصعيد يا حلو، عامل ايه؟ عمل ايه الحاج صالح؟ خلص المسرحه اللي في ايده؟ لا احنا يا دوب كنا عنده ما يلحقش. يا باشا مش هينفع كده يا باشا، احنا مستعجلين. طب لو كده نشوف سكه تاني. ليه هو الحاج صالح قصر؟ بعدين ده قابض عربون. طب وانت فين؟ انا بجيب حاجات وراجع البيت. طب وانت بيتك في مكانه بات فيه؟ طبعا يا ابن عمي، ما شلتكش الارض اشيلك فوق دماغي. ما شاء الله يكرمك، انا مش عايز دماغك، انا عايز سرير وغطا.